يا صحة شريبتكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من شدك الرادار مع صاحبي بكار. ضيفنا اليوم المدافع السابق عبد السلام بوحوش، وباش نشوفوا هل باش ينجم يدافع قدام هجومات العربي السنغرية ولا لا. ضيفي الليلة هو اللاعب الرحالة وقلب الأسد والمدافع الصلب للنادي الإفريقي وقواف القفصة ونجم بني خلاد أولمبيك الكاف وجندوبة الرياضية وغيرهم من النوادي. ضيفي هو قلب الأسد عبد السلام بوحوش، المدير الرياضي الحالي لجمعية شبيبة العمران. سعيد بوجود صديقي أخوي عبد السلام في البلاتو في هذه أول حلقة من برنامج جديد. مرحبا بك عبد السلام بوحوش. عايشك أخوي صاحبي، بارك الله فيك على الاستضافة ومرحبا بالأخوة معنا الضيوف. سعيد كذلك باستضافة الأعلامي الكبير صديقي أخوي الكبير عدنان بن مراد، نورتني بحضورك، مرحبا بك. وكلمة على نجمنا عبد السلام بوحوش. تحية ليك صاحبي، تحية سي العربي، تحية سي عبد السلام، تحية السادة المشاهدين. مباشرة خذيتني في ربما نتكلم أكثر على عبد السلام بوحوش، الراجل اللي كان مدافع صلب سواء في النادي الإفريقي سواء كل الفرق اللي ذكرتها أنت، حتى في أريانا زاد لعب أنت ما ذكرتهاش، ولا في قواف القفصة. وإن شاء الله النجاح للبروجي الكبير اللي ماشي فيه شبيبة العمران توا، اللي هي كما قلنا قبيلة متأسسة عام 1943 قبل برشا جمعيات. عربي سنغرية نورتي بحضورك، مرحبا بيك في بلاتو ملعب النجوم. شنو تنجم تقول على ضيفنا عبد السلام وحوش؟ مرحبا بك سي صاحبي، ومرحبا بكامل المشاهدين، ومرحبا بخونا عبد السلام بوحوش اللي بكل صراحة في العامين الاخرانيين أنا باش نحكي عليه، لأنه تقلد التسير والجمعية شبيبة العمران من اللي تقلد التسير الحق ماشية في ثنية صحيحة، والجمعية تبدلت الوجه نتاعها وطلعت الأقسام الكبرى، وفما بصراحة تسير نتاع معناتها جمعية حتى في الناسيونال ربما توا ما فماش. خليني عندي أغنية هدية لضيفي الليلة، خل تسمعوها وبعد نرجع نحكي. ضيفي العزيز عبد السلام بوحوش اختار هو هذه الأغنية باش يسمع ولد حومته، أغنية النجم الكبير في الفن الشعبي، تحية للفنان القدير سمير لوسيف. دي مسيرته قال لك بتدليس ومن بعد ولد كونترا هربوه من القصرين. هو سي صاحبي إن شاء الله سعد سي يقبلنا. بدا مسيرته هاك تسمع أنت، أول ما حطينا غنية مزود يعني مسيرته الرياضية بدأ بالخنان. سامحني يعني الراجل أول ما لعب دلس، وبعد هرب في تاكسي، وبعد هرب ضرب 200 كيلومتر. يعني هذه توا كي تشوف البداية تشوفها بداية بتاع نجم، إذا كانت رفاها بداية بتاع نجم تفضلوا كملوا. نجم بتاع كورة، هي نجم، هي نجم بتاع كورة. البداية بداية أنا الأصداء اللي سمعتهم الكل الحقيقة ما نعرفش بداية، واضحين أصداء كبيرة، مشروع مدرب كبير، مشروع فريق كبير إن شاء الله معه هو يمشي للقسم الوطني اللي تاريخيا ممشاش. الناس تحبه على أخلاقه، على تربيته، حتى ردود الفعل اللي فيها. أنت سامحني سان، تحكي على عبد السلام بوحوش ولا على بن يحيى مدير رياضي؟ أنت ترك تحكي على كبيرة، قلت عبد السلام بوحوش لاعب كبير ولاعب كبير. أنت عبد السلام بوحوش أكسيال باهي محترم، مش ما نكذبوش على الرجل، علاش تكذب؟ منين جاي راجع؟ هو يعرف هو. شنو هو جاي راجع هذا يا عبد السلام؟ لا هو عربي. شو انا اخوك عربي لا شيء، نحن في بلاتو مستوى المستوى تاع بوحوش لاعب عادي. عادي صحيح. منين جاي راجع اطلع اللي عداها موقف الرابطه اكثر من اللي معديها لاعب الكره.
هذه وثائق تدل على الشيء هذا. عبد السلام بوحوس كي تقول لي توا قاعد ناجح في مسيرته التسييريه نسمعك، اما توا كلاعب عبد السلام بوحوش ماهوش نجم كبير، ماهوش بن يحيى، ماهوش ماهوش المحايسي، الشقوب باش يعطيه فرصته. وانا هو كان في الزمان نتاعو يفرض يفرض فرصته، كاو ماذا بينا جاوبنا نحن. صحيح. جاوب خويا عربي. شوف كيف كل شوي دخلت بعد. لا ما دخلتش بعد. ديمقراطية. لا 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 لا. خاطر أنت بديتها بالتدليس. هربت من كار. خذيت تاكسي. الكل مع بعضها. إي معناها مسيرتك مذبذبة. بديت مذبذبة. وتحومة عربي ما كهو هذيك هي. وتحومة حي شعبي كهو. علاش تحبوه يتصنع؟ صحيح. لا برافو عليك. بالعكس أنا نحكي له في الشيء. لا بالعكس عبد السلام علاش أنا؟ لأنه خاطر توا السي صاحبي سامحني بدينا في عبد السلام وحوش في تقول لك قريب تردوا كرون، ماهوش كرون عبد السلام وحوش، لاعب عادي لعب في النادي الافريقي لمده عامين، لعب في عده فرق، كل فريق يصح فيه ستة شهور ومن بعد يبدل فريق اخر، يضرب السوارد ويتعدل فريق واحد اخر، هذا هو كارير عبد السلام وحوش. هذا نعرف وحوش لاباس عليه. انا مواطن عادي ما عنديش فلوس، حتى تعرف معنا الناس الكل حتى الدويره الشعبيه بديتها بالدينار بالدينار. يزي سي عبد السلام انت باني على الثالثه وانت. والله لا قسما بالله لا مستحيل مستحيل. تعبتها بالكره. انا جبت باش نكرمه تحب تهبط له الفيس. ليه مش ليه نحن نحكيه هو لاعب صنع روحه بروح هذه مع صنع روحه بروح، اما ماهوش كرون ولا بني لعبت في حتى جمعيات عاديه لعبت فيهم بارك الله فيهم، معناها تقمصت الزي بتاعهم ما عادي معناها فهمت. ولا تكنيك مو ماهوش حاجه كبيره. اكسيار كيفاش تحبني مركا. اي سمعني اكسيار ني جايه راجعه هات الاولاد شويه تاكلوا هيك شويه راس هذاك هو يعدي هيك هو ماتش و 80% يحكي مع الحكم و 80 النوادي الاخرى سي عدنان كان جيمتي يسب في 20 لا 20% يسب في الجمهور هذا موجود و 30% يضرب وصل يضرب الحجر عندي سيكونس يضرب الحجر. انا كي قلت لي عبد السلام بوحوش ونحبه خويا لكن انا نحكي له في الشيء اللي مال خويا لا نحبه وخويا خو صاحبي انا نحب نقول كلمه معناها وقت اللي سي عبد السلام يخرج من حومه شعبيه ويكون سيمبول نتاع نجاح تحب ولا تكره انت المحيط والدنيا والعالم الكل كان ما يخليش باش يكون ملاعب كبير والرجل نجح واليوم في 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 مركز نتاع تكوين هو باش يخرج جيل كامل سي تا سكسيس هو في في الجيل نتاعه دلس روحه تو باش يخرج جيل صغير وقتها انا صغير صاحبي انا 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 وقت اللي انت قلت لي راهو عندنا ضيف اللي دلسوني مش بالعكس انا فرحان اللي موجود معاه لانه اليوم كي تحكي على الجبل الاحمر تحكي على منطقه شعبيه منطقه خرجت رجال ماذا مع عبد السلام بوحوش نقول لك انا كان تقول لي عبد السلام كان ما خرجش ملاعب نقول لك يخرج مزاوتي يزي عادي عارف شو تقول لي؟ راك شو يزي حرب هذا من تسحر عينيك يا ربي العمل عليك تسحر عينيك شنو باش اي ما هو المال اللي ماشي للسدره زيتونه ولا بيا ما خير نسمع ولد حومتي ولا عندنا كل شيء هو اصلا الشرائح الكل عندنا يجاوبنا اخوي علي قلنا انا قلت لك احنا عندنا شرائح الكل عندنا المزوديه يربيوا في الكباش شنو صحن التونسي ايش ما تعب الكور جايه الدنيا الكل موجوده هي انت عملت كارير كبير سي عبد السلام لا انا لعبت انا ملعب انا شوف انا عمري ما نقول انا راني لعبت في جمعيات وكنت قائد فريق في جمعيات انت مو بتكمبين يا لا لا مستحيل لا انت 80% تكمبين و20% انا كنت قائد طلع واطلع وراها انا كنت قائد فريق في معظم انا جمعيات الكل كنت قائد فريق وكما معناها كانت مانيش ملاعبي برشا لكن كنترول باس عندي شخصيتي الثاني فهمت بالكلام يعمل لك الزوز نشاشه قدامه وهو راهم الثاني يلعب ما لعبش برشا انا تروس بعد 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 وين باش يمس كره معروف عبد السلام بوحوش يا عنده يلعب براسه بالحق بالباهي بهذيك حتى هكا هو حاجه اوبسيون اما اللوطة ما فماش هي شو تجيبه عندك مشكله اخويا اخوك ما نعمل اخوه سي صادق وقف لي التصوير خمسه دقائق بربي عربي خلينا نكملوا حوارنا على خير مرسي سي صادق مرسي كان باش تحترم الراجل اخي انا نحب نحكي على بروجي الراجل مازال باش ياخذ كلام من بعد باش يحكي على البروجي والراجل باش قاعد يخدم والعصا ياكل فيها والناس كمل يكره شبيبه العمر والله بصحتك والله بصحتك عربي والله شفتك كيفاش تحكي شو صحتك
تو بالله سامحني سلوك خدك خدك سيال انت هنا فلايه فلايه اقسم بالله صح والله انك باندي يلعب والله انك الخبز معاهم الجيل هذاك والله انك الخبز سمعتش خالك انا نلومك انت عنده الدكتوراه كله حتى واحد ما عمل عليه مزيه صاحبي عربي ما يسالش يا ودي جاوبني انا في البلاتور انا اخذ برا كريتني عبد اخر في البلاتور انا ما كيفاش كيفاش ولا ليه يلزم شو كيفاش هو توا يعني توا سامحني قاعد يأيد في الكلام اللي نقولوا فيه كان عندك حاجه لا ما خبيش شوي شوي باش تقول للراجل باندي قبل ما نرجع نصور يا ودي كرويا فرغ قلبك معاه قبل ما نرجع يا ودي كرويا شلو ما نعرف معلم كرويا وبالحق هذه اللي ضربتها بالحجر بالحق اي صحيح في توزر صحيح لا في في حمام سوس حمام سوس الحجر في الجمعيه في الجمعيه الله غالب واحد جا في ثنيتي خويا وطلع مش باهي ندمت عليها من بعد اي سي اخي عادي بالطبيعه اما سي صاحبي توا انك كلمتني صباح قلت لك تفضل قلت لي نجم عبد السلام يا ودي مش نجم قمره قمر سيدي محروس والله يا سلوب والله في الحق ايش نبداو نطعين صاحبي كان مش نحكيو على مشروع اي مشروع شنو؟ شبيبة عمران مشروع نحكي على مشروع نحكي على عمران ولا يجبد لي نعطيك باش نعطيك احكي معاك عربي مشروع نحكي معاك سيريزمون مشروع من تربية النعام شو مشروع شنو؟ يا ولدي ما يعرفش حتى ما يعرفش يكتب بوكو بالفرنسي ميرسي وبوكو يعيط شكون يكتب وانت تقول لي يا مشروع ما يعرفش يكتب بالسوري شنو ما معلم في الكورة انا كله باش شنو باش نعدى ذي الكورة مخصوص اقسم بالله يا صاحبي توضح والله يا ميرسي يكتب لا لا ميرسي هات هات تكتب لك بالفرنسي شنو تحب اسال بوكو امشي امشي طلع فلو مل عليه مل عليه ميرسي بوكو اكتب ميرسي بوكو ها ميرسي ها ليه ما قلت لك قلت لك الميرسي يا توا هذا كلام يا صاحبي نكتب لك بوكو يا صاحبي ليه مش قلت لك ميرسي اكتب بوكو عايد لك كل يكتب له اكتب بوكو ازيد بوكو والله لا نزيد كلام صحيح هذا الراجل والله انا احكي لك صحيح يودي هو راك جا قاري خلاها لا 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 اما راك قلت لك راهو يكتب ميرسي بوكو عايد عربي ما يعطيك خليك تكتب واحد بالفرنسي عربي اعطيك تكتب عربي تكتب فرنسي طبيب يدي صلي عليه بلوس كات موانوي موانوي يا سلام شو يخطر انت شو يخطر تقول لي سامحني موس ولا حاجه اسمعني سامحني تو نحكي وسعد سلوم اخوك شو تسحر عينيك ونجم يا عيني بالعكس نجي في رونالدو تجي في كادورين جاب لنا رونالدينو جاب عبد السلام بوحوش يا صاحبي جاب لك عبد السلام بوحوش والله بالعكس والله احنا مخيين والله والله يا صاحبي والله ناحي كل شيء والله لعبت ما يقارب في 18 20 جمعية بارك الله ولا اسمعني ستة شهور ولا بالعام يا لندرا يا انا يعرفوني بلابزي مايكل جمعية صح نتكلم لغة ذراب لغة خي توا باش نعقب على واحد على اثنين على ثلاثة على أربعة تي تحسب صوابع يديك وساقيك لاعب فيها تعقب تعقب وكنت قايد فريق راه كي نمشي راه في جيب باللي يوصل يقول لهم اعطيوني كل واحدة هذيك حطها يبدا انت اعمل لا ما خويا شوف ريتك مريول نبلو نروح انتكلي كرة بالراس ديال ان كونترا تو هذا كرة هذيك وريش هذيك الكرة شنو هي الكرة تقرا اللاعب هذيك هي هذيك هو ديفونسور ولا لي واحدة سي دي يقرا تي تق هذيك هي ما قريتش ما قريتش ميرسي يا سيدي اقسم بالله اللي لعبت معاهم انا اكثر واحد مثقف فيهم جاك مثلا بجنبك انسان مدير رياضي من جامعة اخرى وبدا يحكي معك بالفرنسي ما نحكيش معاه يعمل براس وي 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 لا ما نحكي يا نحكو قزمي يا ليه ليش هو مش يجيك يا نحكو قزمي يا ليه ما تعرفوش باش يقول انا ديجا من المال بتاعنا يبدا يحكي برشا بالفرنسيه قول اسمعني معلم احكي بالعربي هاي من الاخر في العاده عبد السلام بوحوش هو اللي يهبط تاكلويت اما بعد الفاصل باش نشوفوا برشا تاكلويت من العربي سنيجري رجعنا معاكم ومواصلين آخر جزء من شدك الرادار مع الصحبي بكار على ذاك استمتعوا قد ما تنجموا بالعربي سنيجري توصل كارير وصل اسمه عبد السلام بوحوش لأنه مف الحاجة الوحيدة الحاجة الوحيدة قال لي فيها نجح فيها برجولي اي سيدنا عدم يزين الضرب تحت الحزام ضرب تحت الحزام خلنا من هو يزين الضرب تحت الحزام برجولي ما قبل ما نرجو نعمل له رشة به صح
عربي سنقري مرحبا بك مجددا. نرجع بعد الفاصل الاشهاري. عربي سنقري عبد السلام بوحوش، كنا فدلكنا شويه توا في الكواليس، نرجع للرسميات، شنو تجب تقول عليه؟ والله سي صاحبي عبد السلام يعني بكل صراحه نجح برشا في المسيره بتاعه كلاعب، ونجح معناتها مسؤول وانسان. هو اللي جواه تو الكركير شو حاب يقول؟ ديريكت ولا ديريكت هي؟ لا 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 بلا عاود عاود نرتاح ربي سي صادق سامحنا على التعبر اذا عقني يا ربي يا زيد بالحق بالحق عمل له رشا سي صادق. نرجعوا مرحبا بكم مجددا بعد الفاصل الاشهري. عربي سنقري شنو نجم تقول على مسيره عبد السلام بوحوش؟ والله بكل صراحه هي مسيره باهيه. عبد السلام معناتها عمل كارير باهي بالنسبه لي هو، معناتها بون ما كانش كارير مثلا انترناسيونال ولا حاجه، لكن لاعبي باهي عدى يعني فتره لعب في برشا جمعيات، السمعه كانت طيبه. عبد السلام يعني بكل صراحه يعني شكون جيبش نقول لك راك قاري جيبش نقول لك راك قاري ياسر والله لكن جيبش نقول لك مستوى عالي ما قديش ما نجمش نكذب على روحي لا يا ولدي والله شو ربي سبحانه انا نجي نقول مستوى عالي ودرا شكون يهبط عليه كل ما زفر زفر يا عربي عليك بالدموع سمعت شكون والله ما فما شكون من داخل عندي من داخل يجي يقول شو قاري ياسر قاري امان سي صادق تعبت برشا بربي اخر مره. مرحبا بكم مجددا بعد الفاصل الاشهر. ولا عربي زقري ولا ولا بدوري هاي عربي جاب ربي مش ديريكت يا ورزمو ورزمو غدوة ديريكت هاي سي عبد السلام من الاخر نشوف شبابي زل برجع عليه شوف كل راهو قاري برشا ما فاك اسمع تقول معناتها مستوى عالي ميزي عادي وانت وافق اسمع حتى باش تقول علي هكا ما يصدقوكش الناس يقول لك يا اخي انت الاربعه اللي في الجبل يعرفوني كنت كنت نسكن 11 مليون و800 يمشوا معي اوه والله ربي يهديك هيا برا هيا نرجع قالوا لي السيد المخرج قال لي ترجع مش بيها تحت بيهم يصلي بالعشاء يحبوك هذا الوقت يا ودي هاي كملوا الساعة والله رجعني رجعني مرحبا بكم مجددا بعد لا والله بعد النجم ولا بعد عربي الزقير عرفت رايك والله سي عربي ايش بيك يا ودي انا بدي اعرف خليني والله اقسم بالله اول مره شدني الضحك انت ليه معناتها اول مره انا معناتها ما نسيت صادق من داخل ما نجمش نخرجها شنو مقار ياسر عربي ما يك يا ربي خليني نسال وين صاحبي تفضل سي عدنان بن مراد شنو السؤال تحب تساله العبد السلام اول شيء ماني نحب خاطريت ربما حاجات اللي ما عجبونيش معناها الحقيقه في التدخلات نتاع سي العربي لانه في الحوم الشعبيه مهم جدا باش يكون فما سكسيس موديل. سكسيس موديل مع الانسان كي ينجح حتى وكانوا ما يعرفش يكتب ولا ما يعرفش يقرا يكون عمل العائله وخرج وكان بالنسبه خاطر رد بالك في الحوم العربي هو ما قالش الحوم هذه تنجم تكون فما ناس تبيع في المخدرات تنجم تكون يمشي منزلق يمشي الاثنيه خايبه هو ومثاله نجحوا سي ان سكسيس موديل سامحني انت ترى جمله فرنسيه بالعكس انا قلت سي عبد السلام قلت تسخر منه لا 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 تسخر انت على ميرسي انا رياضيا عدى كاريرك باهي محترم ممتاز معناتها لكن ما مشاش انترناسيونال اكثر لقب ماهوش مشكل باش يمشي انترناسيونال مش مشكل باش يكتب البوكو نتاع الميرسي لا اسمعني سي والله نحن تو هذيك اما راهو عبد السلام راهو هو اللي سير في الاداره كامل هو اللي قايم بكل شيء. مش نحيها ميرسي بوكو. لا نحكي لك انا عبد السلام فما كلمة كي تخرج. لا لا سي عدنان سي عبد السلام هو اللي كان يعني يسير في الإدارة كاملة وناجح توا في الإدارة نتاعو مع شبيبة العمران لأنه إنسان المناسب في المكان المناسب. أولا ثقافيا ورياضيا وعلى مستوى عالي. عبد السلام راهو أخطى الكرة ما ضيعش قراية. هو بالنسبة لي أن سكسيس موديل. تحب انت عربي طلعها في هذه انا قلت لك يا انا سي عدنان سي عدنان سي عدنان نحن قلنا سي عبد السلام مستوى عالي سي عبد السلام معناتها
ما ضيعش قرايته وما ضيعش الكره في نفس الوقت. عبد السلام كان معناتها قاب قوسين، معناتها الكره ربما حب الكره خلاه يمشي في ثنيه الاحتراف، ربما كنا نشوفوا عبد السلام بدي سيفونا توا يا يزيد تو اختار يا ودي شنو في الموضوع بالله كان عاود برعب ليش؟ لا وقال مثقف يا دينا بالله قاري قاري اللي جرى على لا ما يسبقوكش الناس يقول لك شنو هاي عبد السلام هاي عبد السلام كان ثقافه لو يا ودي الثقافه يا اخي في المواقف وفي الرجوليه في الرجوليه وفي الاخلاق يا عربي بالله وسي بن مراد راهو ان نحكيو فيه حقيقه شنو لينا مش عندي والو خليني انا يا سيدي نتكلم بربي كمل صور على الاقل شيء صاحبي والله العظيم انا بالنسبه لي السيد اللي قدامي مع احترامي ليه راجل محترم لانه يكون في جيل يكون اليوم عنده مشروع جيت باش نحكي على المشروع كان جاي باش نسمع التفاهات انا بيدي نحب نمشي نصلي ونحب عندي التزامات وسالك على المدرب القدير يوسف الزهري كنت ما نعرفوش حسيتك وكانك فما مشكله شو معناها فما واحد ما يعرفش المدرب يوسف الزهري انا ما نحبوش عليه يوسف الزهري انا ما نحبوش عليه هكاك من ظلمك ظلمني في النادي الافريقي ظلمني كنت نجم نكور عنده لكن مش باهي ما نحبوش ما لقاش حظه معاه ما تحبوش لكن انت حر اما ما تشككش في مسيرته كمدرب ما نحبوش وكا باش ما نقولش حاجه اخرى ما نحبوش وكا شو صار تحب تقول حاجه اخرى ما تحبوش ما نقولش حاجه اخرى انا ما نحبوش قال لك ما لقاش حظه ما عايش في الزواوي مدرب صحيح. كبير كبير اي سامحني وعبد السلام هاو عبد السلام بعد يوسف الزواوي يلعب في 200 جمعي هاي معناتها يوسف الزواوي ظلمه في ساقيه معناتها مش حاجه كبيره بكل صراحه الجار تاع راضي جعايدي منين جايه راجعه بالراس باهي فلاح لا لا مش ملاعبي ماكش نتاع وقتها مش نجم تعرف هذاك ستوبور هذاك ديفونسور هذاك ديفونسور ما لكش تحب منه تو تو تقدمت الدنيا ولا ديفونسور يطلع كذا وعلاش ما تقدمتش انت في الوقت هذاك؟ اخي في وقتي انا شكون عندي انا باش يقدم؟ اعطيني انا ملاعبي في البوست بتاعي يلعب يوسف الزواوي يقدم اعطيني يوسف يا ايرانيك يخدمك عادي يوسف الزواوي ساهم في احباط حلمك؟ بالطبيعه نوعا ما نوعا ما ايش تقول له على المباشر يوسف الزواوي؟ ما نحبكش ايه جاوبوا رياضيا قولوا ما حبوش ماكش شيرين عبد الوهاب انت تحبوا جاوبوا رياضيا ورغم اللي سي عبد السلام نجح في دراسته ربما معناتها كانت عنده يعني من النادي الافريقي كمل القرايه نتاعو ما كملش اربع سنين بعد الباك يا كابتن راهو الكورجي مش بشرط يطلع قاري 10000 سنه إيه يا عربي ساعه الناس ما يصدقوكش ساعه انت عارف هذايا قاري بعد الباك باربع سنين الناس تعرف انا شنو تعرف اسكت انا المعلومات اللي عندي اللي انت في النازه في الدراسه لا في الدراسه ممتاز وقاب قوسين كنت باش تخرج معناتها ربما دكتور في طبيب اسنان وانت الاولاني في اليوم تاعو صدقني برش كل نحلي سنه شنو برش كل نحلي سنه هذا طبيب هذا طبيب شنو هو لنفعت في مليح لنفعت في القرايه ونفلحت في شيء يا عبد السلام يا مسؤول ناجح اليوم يا نجح مسؤول لا به لا يا ربي في جيل يرحم والديك تو نجيو للصحيح كمسؤول كل صراحه ناجح لا بالحق عبد السلام قاعد يخدم في خدمه يخدم كبيرة لا ما نحكي لك يعني ناجح توا كمسؤول بكل صراحه انا يعني نعتبره ناجح كلاعب ما نجحش في القرايه نتاعو برافو عليه كمل قرايته وكمل سكر القرايه كل معناتها ما شاء الله عليه خذ الدبلومات عربي هذا كيف قاري عربي الحمد لله الحمد لله شبيه هذيك هيك عربي ليه عادي انا نحكي عادي الناس تعرف هذه حاجه ما تخباش يا اخي يا معبيد مش قارين وعملوا البتيت والله العظيم شريت حكام خدمت حكام بعدين وجهوا لك انت سؤال قبلي انا تو انا جاوبني تو جاوب هذا انا نجاوب ما سيبت حتى تروح لا سيبت تروح اما بطريقه معينه تعمل سويعات في بورقي بسكور والله يسلم انا ننصح فيك كيخو يعني لانه العلم والثقافه
تجيش مثلا النهار اخر تطلع للناسيونال تقابل مثلا سي رئيس الجامعة ولا مدير فني يبدأ على الطابلو يحكي بالفرنسي ويحكي باللونجلي اي وانت شنو تقعد في اجتماع بعد تقوم مش مطالب مش مطالب انا متحدث رسمي كي يقول لي تاع النادي جاونا به فهمت كل شو متعشقات تاع مناطق رسمي فهمت هو مربي هو يربيهم بالفرنسي انت همس توصل مال ولا اكثر لقب يعني ماكش مكلف باش تسمع نجمو فما نطق رسمي وفما كذا كل واحد يخدم دوره ايه ما تحبش تنجم ايه احنا تونس يا عربي تو تحكي معايا لعل تخدم في باريس انت ولا ما عارف شوين تونس يا عربي تونس ايه شو تحكي اكي شو اكي ولا اكي شو سوي حويجة اكي جي سوي شو اللي فيه بون نوي شو فيه تعرف تكتبها توفى بالتي ولا بالسي لوي الاسلوب لا يا سي صاحبي نكد لك اللي هو راه سلومه ظلمه في القرايه يعني لكن صحي جايبها بالثقافه العامه والواحد وكلام والله والله طبق على راسي العربي زاد انا وياك كيف كيف لا يا اخوي انا انا قارئ بصراحه مستحيل لا قارئ قارئ وريك انا عندي ثقافه وقاري وفي لا عادي قاري قاري صاحبي حاسسك عم تحكي شو اسلوب بالله عيط له المخرج قبل ما يكمل الحصة يكتب لنا ملعب النجوم بالفرنسي ايش اكتب له انت ايش اكتب لي انت اكتب له انت وبعدها اكتب انت اكتب لي حاجه هكا بالفرنسي استاد عربي سلام لا لا عبد السلام بوحوش بوحوش بالفرنسي ها اي امشي اكتبها بالفرنسي اوكي ها سيف سيف كان زيد وانا جمله خلصت هذا انت تاو ما تحب فرنسي هذيك عبد السلام بوحوش عمر عمر غمض عينيك صح لا هو توا انا غمض عينيك انا سيبو انا سيبو انا سيبو انا سيبو انسان نية لا اكتب له سيب سايبو غمض لي عينيك وقت نقول لك حل اقراهن برك اقراهن اقرا روحك اقراهن هاي اقراهن شكرا معنا في الكاميرا الخفية شاركت شاركت معنا في الكاميرا الخفية هاي الكاميرا الخفية بالفرنسي شنو كاميرا كشي هذا اخر ضيف يشدوا الرادار مع الصحبي بكار والعربي سناجرية باش نخبيوها على جنب حتى نتقابلوا العام الجاي في فكرة جديدة في كاميرا كشي على قناة تونس